أكدت جمعية الهلال الأحمر أنها تعمل على توفير الوجبات الغذائية والبطانيات لجميع مراكز الإيواء الخاصة بالمتضررين من تقلبات الطقس، وأضافت أنه تم توفير 250 بطانية تم توزيعها على المتضررين المتواجدين في مراكز الإيواء، ولافتة إلى أنه تم استقبال 4 أسر مكونة من 25 شخصا تضررت منازلهم بسبب الأمطار الغزيرة في مدارس وزارة التربية التي تم فتحها من قبل الدفاع المدني.